مرحبا، كيفكم اليوم؟ رح نعمل تحدي لو خيروك. هاي اول فيديو لنا، انا اسمي سراف. وانا اسمي عروة. رح ابلش انا بلو خيروك. يلا اتحداك تشرب شطة ولا اضربك كفين؟ كفين الا الشطة. خلص حرام، كفي الكفين. يلا دورك تحداني. يلا هلا بنعمل. لو خيروك تخبط راسك بالحيط مرتين ولا تفي على فك برجلونه؟ اكيد اخبط راسي بالحيط مرتين، اكيد اكيد. يعني واحد اثنين عقاب. كذب على شعرك. لو خيروك صغير صرصور ولا احط على ايدي كاتشب اخبط هيك بوجهك؟ طبعا الكاتشب. طيب خلينا اروح اجيب طحن الكاتشب، شوي كاتشب. احنا محضرينه، حضرت كمان، حضرت الصرصور، بس خلاص انا اخترت الكاتشب. ليك الكاتشب زي الدم. قرب وجهك، قرب وجهك. يلا رح يشوفونك. ورجيهم وجهك. زي دم. انا قتلت حدا فيا، خليه بس يروح يخسر، بس هو يجي عشان يحكي معك وانا بروح اخسر. زي دم، انا مصاص الدماء هيك باكل دمكم، بكسر دمكم. يلا يا ارواد، دم دم دم. انا احضر نقطتين زي مارسلين وبقت المغامرة. لا ما صرت انا هيك بطلت دماء. ريحته بتصحي. يلا يا ارواد، كلهم دم. يعني بطلت دماء، بجيكم بالليل. هذا اول فيديو مع اخوي. جاي رح يصير في فيديو مع بنت خالتي، وان فيديو مع بنت خالتي الثانية. لما يجي ارواد بكمل حكي معه وانا رح اسأله. يلا ارواد، تعال احكي معاهم قبل ما اروح اغسل ايدك. لا ما عليها كاتشب، كاتشب بعدين شطة. انا لا لا هي ولا صراحة كده. يا فلفل، لازم اشوفك توكل فلفل او توكل تراب. إذا عجبتكم يلا نكمل تحدينا. دورك تتحداني. أنا بشيل صحن الكاتشب على جنب. إيه نص الكاتشب. يلا خيرني. تاكلي بيض ني ولا رز ني؟ أكيد رز ني. أنت حضرت صح؟ هون رز ني. خليني أكله. يا تمك مرة واحدة. بديش فل مش كتار، راح احاول اني اكلهم. روح اشربي مي. ريحة الكاتشب. خلص انا خروج. دور اتحدى. لو خيروك تاكل معلقه ملح، لا ينزل معلقه ملح. ملح انا ادري وين انا حضرت ملح من وين اخر ملح. يلا معلقه واحده هي مكينه. في دس رز يعني. شو بتعمل تحت امك؟ بوم بوم بوم. كرجت تحت. كثير. يلا انا بدي احطها. لا انا حبه حبه بدي. يلا افتح.
عادي انا حرة خالص. طب يلا يعني هيك ارفع راسك يلا ارفع راسك لاني انا بقرف. يا شوف كيف طعمه الحلو الملح. يلا يا دوك تحداني تعال ابلعه ابلعه فهمك ابلعه ابلعه يلا دوك تحداني هلا راح يتفوه هناك. انا اكلت الرز كله بلعته رحت شبه مين انا طعمه كيف بقول مزور. يلا يا قرش شو بعمل هناك؟ انا خليت اوبت شعري قتلت واحده كيف ضوء حلو؟ اشتريته امبارح 20,000 بس. يلا احنا اصلا احنا من الاردن اصلا. يلا كمل انت تخيلني لو خيروكي توكي غير الفلفل ولا تراب؟ لا فلفل اكيد جيبي فلفل كيت فلفل اكيد حر حر. لا 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 رح اكله. تعال أرواد أرواد هذا أخونا الصغير اسمه أرام. أنا اسمي سلاف اسمه أرواد وأرام. أنا كمان أخو عمره 5 سنين اسمه ميكال بس أخوته لا ابن خالتي الكبير كبير هو خلص جامعة وجوا فكان بيطلع مكان فأخذه معه راح نجيب شغلة وجوية بس إن شاء الله. يا أرواد يلا أرواد صنع الواد يلا هاي الفلفل هيها يلا كلي قدام. يا الله يلا هابل يعني ما فيش التفي الواد. يلا الواد استعجل لا اختي تعال يعني عندي كمان اختين غير الثلاثة احنا كتار ولا حاول تطفلي. يلا اروح اروح هناك قدم كلتي لا طبعا لا انا انا ما حطيت لك كل الكاتشب حطيت لك شوي. لا هسه بس هذول اللي ضايلين يعني كله من اصل كتير ما كانوا كتير الكاتشب. طب كلي نص 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 نص. طب كلي هاي لقمة واحدة. لا شو لقمة واحدة هيك انا عندي هيك عقابي. يلا اقرطي منه. لا مش شوي شوي نص ابلعي. بلق بلق مي 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 مش مي خبز ابلعهم. جيب لي مي 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 ها يلا يا أرواد جيب لي مي يلا يلا يا أرواد يلا يا أرواد مي بسرعة يا أرواد أكلت كل المي. يلا يلا جيب المي
لا دوري اتحدى تاكل معجون اسنان ولا او ما دخلك انت اختار او زي ما حكيت نص ليمون نص حرام خلي اجيب الليمون انا حطيتها وهي معجون اسنان بدك اياه لا ليمون على كله يلا اول شيء تعصري بعديها اعصر تمك هيك كمان يلا لسه ما خلصت الليمون لا تبدا كلها اكل لا يلا كيف بصرها في تمه يلا يلا اروعد تبدا اكل يلا اللي بدك تعصري وبعديها اكل خلص حرام بس بكفي خلص بكفي خلص يلا باقي تحداني يلا هذاك تحداني قولي لأمك لأمي يعني أنك بتكرهي ولا لأختي لأختي أخي أنا بكرهك يا أختي بكرهك هكا أنا هكا خلص أنا ما بدي أتحداك خلصت تحدياتي أنت خلصت تحدياتكم صح؟ ولا بدك تحداني كمان؟ لا خلاص خمسة بخمسة سلام لا هذا أربعة بأربعة أنت عارف تحسب خلاص هيك خلصنا الفيديو تبعنا نتمنى تحطوا لنا لايك وتعلقوا لنا بكومنت باي سبسكرايب يا ريت كمان